السلام عليكم وبرحب بكل الناس اللي معانا النهارده. احنا النهارده في ليسون 5 من سوليد وورك اسينشال اللي هي المحاضره رقم 3، لان كل محاضره بتدي ليسون. يعني ان شاء الله احنا هنكمل على اللي اتعلمناه المحاضرتين اللي فاتوا. هناخد النهارده فيتشر جديده وهي الباترن. هنتعلم في ليسون 5 ان احنا ازاي نعمل لينير باترن، ازاي نعمل السيركولار باترن، وازاي استخدم احد اوبشنات الباترن وهي الجيومتري باترن، وازاي اعمل ميرور للباترن. هي مش طبعا مش للباترن، هي ميرور للبادي. يعني ازاي اعمل ميرور بارت. انا متعود اعمل ميرور دايما وانا بعمل سكتش، لا النهارده انا هعملها على 3 دي سكتش، هعمل ميرور للبادي. في حاجه اسمها باترن سيد اونلي، برضو اوبشن من اوبشنات الباترن هنتعلمه، يعني عشان يبقى يضيف لك مهاره اكتر وانت تشتغل على السوليد. وفي حاجه اسمها سكتش درايفنج باترن، برضو اسلوب من انواع الباترن بيديك حريه اكتر في التعامل مع الباترن بالشكل اللي يتراءى ليك وانت بتعمل الديزاين بتاعك. بعد كده هنعرف ازاي يعني لو السكتش بتاعي عملت فيه كل حاجه اقدر اعملها ومش عارف اخليه فولي ديفايند، هبتدي استخدم الاوتوماتيك فولي ديفايند علشان خاطر السوليد يساعدني ان انا اوصل للسكتش بتاعي يبقى فولي ديفايند. بالنسبه للمحاضره النهارده هنفتح ليسون 5 في الفايلات اللي موجوده عندنا، تمام كده، وهندور في الكيس ستادي بتاعتي على الفايل اللي اسمه كيت. قلنا هنشتغل على حاجه اسمها اللينير باتر النهارده. انا فتحت الفولدر اللي انتم شايفينه ده، المفروض ان احنا كلنا دلوقتي فاتحين. تمام يا جماعة، هبتدي اختار اعمل لينير باتر. بيطلب مني اول حاجة لو انا عامل لينير باتر على اتنين دايركشن، لو دايركشن واحد بقى بديله دايركشن واحد سواء اكس او اي او واي. ممكن اعمل لينير باتر على اتنين دايركشن، تعالى اول حاجة نعملها على دايركشن واحد. هختار الدايركشن ده، لو هنقل هو اوتوماتيك نقلني السوليد على الدايركشن التاني، وانا هشتغل على الدايركشن التاني. اوكي مش هشتغل، خلاص هكتفي بالاولاني اللي انا عملته في الاولاني. طيب ايه ده وايه ده؟ دي العلامه بتاعت الدايمنشن دي، دي المسافه ما بين كل فيتشر هتكررها والتانيه، المسافه ما بين كل فيتشر هتكررها والتانيه هتبان معانا دلوقتي. وده عدد الفيتشر، انا هعمل كام فيتشر؟ 2 3 4 زي ما. طب ايه الفيتشر انا هختار ان انا هكرر دي؟ الكات اكسترود والاثنين في الاتو. واضح معايا كده؟ يبقى الكات اكسترود والاثنين في الاتو. عملت منهم كام واحده؟ عملت منهم خمسه. طب المسافه ما بينهم كام؟ 0.4 انش. لا انا مش عايز كده، زود شويه بحيث ان هي تبقى واضحه معايا. تمام، واضح كده ايه اللي بيحصل؟ بس طبعا استجابة الكمبيوتر بقت بطيئة شوية. هنقول 2 انش مثلا عشان نخلص شوية. 2 يبقى 1.5. خلاص كده انا معايا كل الفيتشر بتاعتي جوه الفريم بتاعي. تمام كده؟ تمام. طيب عايز اكتفي بكده، انا لو دوست اوكي كده هينفذ، عمل لي او كرر لي السيد ديت اللي هي الفيتشر بتاعه الكات والانفليت، وعملها لي. تمام، وكررها لي طبقا للاكس اللي انا هختاره. طيب انا عايز اعملها على التو اكسيز الاكس والواي. هرجع هنا تاني واقول له ايديت فيتشر، واختار بقى من الدايركشن التاني واخر جول انا افتحه، واقول الدايركشن التاني واختار الواي اكسس. طيب انت عايز كام واحده؟ اقول له عايز 2 3 زي ما انا عايز. طب المسافه قد ايه؟ هنخليها ممكن نعمل 4 كمان. اوكي جدا، تمام تمام هينفذ. يبقى انا كده عملت باتر لينير باتر على 2 اكسس في ال 3 دي
موديل مش على السكتش. انا اوريدي عندي فيتشر وبكررها عندي في الموديل بشكل الاري على الاكس وعلى الواي بشكل منتظم. انا اللي بختار المسافه وانا اللي بختار اكرر كام وحده من الوحدات اللي انا عايزها وفقا للديزاين اللي انت عايز تعمله. طبعا انت عشان تعمل الكلام ده بالطرق الطبيعيه هتبتدي تعمل اكسترول كات وبعدين فلت كل الفيتشر اللي قدامك دي. شوف انت بقى الوقت اللي هتعمل فيه الكلام ده. طيب يا جماعه الصوت كده طيب اوضح؟ الصوت تمام كده يا باشمهندس. طيب تمام. خليكم على طول معايا لو في اي حاجه في الصوت عرفوني. طيب خلاص كده احنا خلصنا الايه اللينير باتر. لينير باتر بالنسبه للاكس وبالنسبه للواي. خلاص معاكم يا جماعه يعني دقيقتين كده بسرعه نطبق اللي انا قلته قبل ما نقل على اللي بعديه. دقيقتين يا جماعه بسرعه نطبق اللي انا قلته قبل ما نقل على اللي بعديه. بس الفيديو ما يبقاش هنرجع تاني للينير باترن خلصناها هنبتدي نشتغل على غير خالص اللينير باترن وابتدي اشتغل بتكنيك جديد. هنرجع تاني بقى للسوليد. دلوقتي في عندي اللينير باترن في عندي كذا تكنيك ليها. قلنا اول حاجه الوان دايركشن والتو دايركشن تمام كده. وفي هنا تو دايركشن اري باتر سي دي اونلي دي لسه هناخدها شويه كده. اللي انا عايز اقوله لكم دلوقتي الحتتين دول السكتش درايفنج باتر وكيرف درايفنج باتر. سكتش درايفنج باتر وكيرف درايفنج باتر. طب هعملها ازاي؟ انا هاجي هنا على البلان دوت وهقول له انا عايز اعمل سكتش على البلان ده تمام كده. تمام هبتدي اول حاجه ارسم سبلاين كده يعني يفضل يبقى في منتصف الشكل بتاعي. عايز تعمله في حته تانيه مفيش مشكله اصلا عشان تبقى الدنيا بس ايه شكلها واضح للناس كده. انا كده خلصت الكيرل بتاعي. كيرل يعني مش لازم يبقى فول ديفايند انا بس اسامبل يعني اشتغل سيرفيس اعمله. طيب هعمل ايه بقى هنا؟ كيرف درايفنج باتر. فلما اعمل كيرف درايفنج باتر هيقول لي انت عايز انهي الدايركشن بتاعك اللي هو الكيرف يعني فين؟ هقول له الكيرف بتاعي هو خده على طول سبلاين كذا كذا كذا. انت عايز تعمل كام واحده يعني؟ هو كاتبها سته او سبعه يعني قصدي خليها مثلا خمسة. هدخل المسافة كمان 1 انش. ايه بقى اللي انا عايز اعمله؟ بتر او برضه الاكسترود كات والفلت والفلت تمام يا باشا كده خلاص. هنبتدي بس نكبر المسافه شويه عشان دي هتبقى كده. انتم عايزين الباترن بتاعتي بتمشي ازاي؟ بتمشي على الكيرف. الكيرف هو اللي بيسوق. الكيرف اللي انا حاطه ده هو اللي بيسوق الباترن بتاعتي. خلاص كل ما بزود المسافه ببتدي المسافه ما بين الايه؟ الفيتشر وبعضيها. بدوس اوكي هيقول تمام. وانا كده قدرت اعمل باترن على مزاجي مش متحدده بالايه؟ بالاكسيز تمام؟ على الطريق كيرف. طبعا الكيرف ده ممكن يبقى جيد بقى في اي في الرسم عندك في اي حاجه تقدر تستخدمه في يساعدك قوي انك تستخدم الاوبشن بتاعك. طيب نجرب حاجه ثانيه. احنا خدنا كيرف درايفنج باترن هقول له انا عايز اقرر سكتش درايفنج باتر. سكتش درايفنج باتر سكتش يعني هو عايز بوينت جوه السكتش. هو عايز بوينت جوه السكتش فانا هحط بوينت. انا كده فاتح سكتش اوريدي على نفس السيرفس تمام كده. هقول له اوكي كده انا خلصت. ممكن ده يمشي حسب ما انا عايز يعني. طبعا امسح البوينت في الاول
اقول له اوكي وبعدين نبتدي اقول انا عايز سكتش درايفنج باتر. يقول لي فين السكتش؟ اقول له السكتش اهو اهو سكتش 4. خد سكتش 4 هتعمل ايه؟ هتعمل بين الباتر بتاعين للثلاثه فيتشر دول عشان يبقوا مع بعض. طيب انت عايز البوينت دي تبقى في سنتر الفيتشر بتاعتك؟ اه لا انا مش عايزها في السنتر، عايزها في السيلكت بوينت. اقوم سيلكت بوينت، هيقول لي حدد البوينت. اقول له انا عايز مثلا الكيرف بتاعي يبدا من البوينت او الفيتشر بتاعتك تبدا من البوينت ده. هي الفيرتكس موجود. اقول له اوكي. هنبص نلاقي انا كنت حاططها في رسمه هنا وبادئ الفيتشر بتاعت من الحين. عايزها من السنتر برجعها اعمل ايديت سكتش. اعمل ايديت سكتش. طيب نكمل الرسم. يعني لو عايز اخليها في السنتر هخلي اختار الاوبشن بتاع ان هي تبقى في السنتر واقول له اوكي هيعمل لي الباترن بتاعتي في السنتر. تمام كده؟ يبقى احنا خلصنا ثلاث حاجات: لينير باتر، ازاي اخلي الكيرف درايفنج باتر، ازاي اعمل سكتش درايفنج. تمام كده؟ طيب في حاجه برضو عايزين نتعلمها بالمره، يعني لما نطلع من الموضوع اللي عايز اعمله. انا دلوقتي ممكن بالنسبة يعني للليمي هذا ما نمسح كده عشان تبقى زي واضحة معانا. واختار اكس واي واختار الفيتشر بتاعت شايفين بتوع الفيتشر منين، بفتح الديزاين بتاعت منين عشان الحتة دي ساعات بتلخبط. طيب هل انا عايز كل دول؟ انا عايز كل دول؟ انا مش عايز كل دول. فاقول له بقى ايه؟ انستنس تو فير. يعني ايه؟ يعني عايز استبعد حاجه، انا عايز استبعد بعض او بعض الاشكال. طيب ايه اللي انا عايز استبعده؟ بص الشكل هيتغير معايا خالص ازاي؟ اداني بوينت على كل ايه؟ فيتشر بعملها. طيب اللي هعلم عليه دلوقتي هو هيخرج بره معايا. هو كده اه دايركشن. انا كده اوكي عملتها. هرجع تاني هعمل ديليت للبزر. طبعا الكمبيوتر سريع جدا زي ما انتم شايفين. المفروض اسلكت وتقريبا في تحميلة في الجهاز.
سوري معلش انا قصدي على انستنس مش كده معلش. طيب هي دي اللي انا قصدي عليها اللي انا عايز اوضحها لكم، ان انا ممكن اكنسل بعض الفيتشر زي ما انا حسب ما انا محتاج يعني، واقول اوكي هكنسل اجزاء وهجي اجزاء ثانيه هتخلي تشتغل معايا تمام كده. يبقى دي لو عايز اعمل سكيب لبعض الفيتشر اللي انا شغال في الايه الاوبشن التالت ده اللي هو كنت شغال فيه ده الموضوع تاني وقت تاني يبقى اشرحها ان شاء الله. طيب نرجع بقى للباوربوينت. هل عامل اسمها جيومتري بدل جيومتري بدل هنفتح برضه نرجع تاني للفايلات بتاعتنا، نرجع للفايلات بتاعتنا ونختار الفايل بتاع جيومتري بدل ممكن انا افتح الفايل دوت ايه وتسيبه يعني افتحه وسيب او خليك مركز معايا بعد كده بقى ابقى اعمل ابلاي للكود اللي انا بعمله. ايه الجيومتري ده؟ انا هحافظ على الجيومتري ولا هحافظ على التوازي مع الايه؟ مع السطح اللي انا شغال عليه. هو كده عامل ايه؟ هو كده عامل اكستند للفيتشر، انا عامل الفيتشر دي ومكررها. فهو عمل اكستند للفيتشر دي علشان يحافظ على التوازي ما بينها وما بين الايه البلان. او انا هقول له لا انا عايز اثبت الجيومتري بتاع الفيتشر ماليش دعوه بالبلان، فبخليها ايه جيومتري باتر جيومتري باتر. طب هي فين الجيومتري باتر؟ عادي لو شفنا ده بعد اللي هو جيومتري باتر هعمل فول ريموفر الجيومتري باتر وعارفني فلك هو ما التزمش بالمسافة اللي احنا ايه هنقله عليها بتاعت ال 10 40 جرام او اثبت او اثبت الايه الفيتشر بالدايمنشن بتاعتها وكررها ما ربطهاش بالبلان ايه اللي تحت. عرفت الفرق؟ شفت الفرق ما بين الاثنين؟ كده انا حافظت على الجيومتري. كده انا ضبطت الباترن للتوازي اللي موجود وعملت استطاله للجيومتري بتاعتي عشان ينفذ الايه التوازي. فشوف انت هتبقى محتاج ايه في التصميم بتاعك ومستخدم الاوبشن بتاعك. طيب نخش بقى على السيركلر باترن. السيركلر باترن تقريبا الفايل ده ما فتحتوش عندي ما فتحتوش. طيب نخش بقى على الفولدر بتاع الليسونز. هفتح السيركلر بدل مرة واحدة ده الفايل يعني لو مش هنصور كمان كده معايا. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عندي ريشن اعمل لها سيركلر بتر افتح البتر عندي واختار سيركلر بتر. حلو انت عايز تعمل حوالين ايه في الايدج؟ اقول له اي سيركلر ايدج عندي ونفرض ان هي دي يعني. طب ايه هي البتر او ايه هي الفيتشر؟ هتقول له والله الفيتشر تبقى مش كده انا عايز اختار اللي هي اللي شغاله. طب انت هتعملها قد ايه؟ كم واحده؟ عاملها 4 تمام. هل هي دي مثلا بتاعتهم؟ اقول له لا الكول سبيس اللي هقول هو دي اللي هي 360 زي ما انت عايز. لو عايز تعملها اقل او اكتر تتحكم فيها بس طبعا هتقفل الكول سبيس خلاص خلاص اوكي اعمل السيرفر بتاعتك اللي انا عايزه. طيب ناخد بالنا بقى كده ان هو عمل لي الاكسبلود ما عملش ايه الفلت لاني ما اخترتش الفلت في الفتح بتاعي. ارجع تاني واعمل ايديت للبتر واقول له انا عايز اوتفيت خلاص اوكي هنلاقيه جاب لنا الفيلت معانا وخد وكرر الريشه اللي انت عارف ايه على السيرفر تمام كده.
يبقى احنا كده اتعلمنا السيركلر. طيب نبدا تاني نرمور بتر. نرمور بتر انا هنا هستخدم الميرور في اني اعمل ايه؟ في اني اعمل ميرور الفيتشر نفسها. اعمل ميرور الفيتشر نفسها. هنا هنا تاني نفتح الفايل ده. تمام كده. انا عامل ميرور عندي فيتشر دي فيتشر دي. لو انا مش عارف الفيتشر دي هي فين هنا ممكن اقف عليها عندي. ممكن اقف عليها كده. اعمل ايه؟ علم لي اي اي كي هول كي هول. طب حلو قوي كي هول انا عايز اعملها. طيب الاول انا عاملها مين حواليها اتنين. ينفع ده؟ لا. توب مان؟ لا. رايت مان؟ ايوه يبقى هو رايت مان. هو معلمني عليه في الايه؟ فين؟ ميرور. ميرور هنا انا هعمل ميرور على ايه؟ على 3 دي بار على فيتشر مش على 2 دي على فيتشر. طيب هو هنا اول حاجه قايل لي عليها ميرور فيس بلان. إيه انت هتعمل ميرور حوالين ايه؟ اقول له حوالين الرايت بلان. هياخد الرايت بلان. ايه بقى اللي انت هتعمله ميرور؟ الفيتشر دي. تمام. اوكي. عمل لي الاكسترول كات كرره لي الناحيه الثانيه بشكل الميرور عكس ان فعلا عامل مرايه ما بين الاثنين ما بين الاثنين فيتشر. كده انا قدرت استخدم الميرور في 3 دي. تمام دي تاني. ابتدي اعمل ميرور للبودي. ميرور للبودي من الاول عملنا ميرور للفيتش. تمام مش مهم بس حاضر. ممكن اعمل ميرور للبودي. طيب اعملها ازاي؟ افتح برضو الفولدر ده ميرور بودي. تمام اختار ميرور بس المره دي مش هختار ميرور للفيتشر. افتح كده واقول له انا عايز اعمل ميرور بودي. طب حوالين ايه؟ اقول له حوالين الفيس ده. هو كده انا واقف على البادي فهو سلكت الايه؟ البادي كله حوالين ايه؟ هرجع تاني عشان اقول له انا عايز اعمل ميرور حوالين ايه؟ اقول له حوالين الفيس ده. هياخد الفيس وهيكرر لي البادي الناحيه الثانيه وهيعمله لي بادي واحد. لان هنا في حاجه اسمها ميرج سوليدز. ميرج سوليدز هيعمل لي ميرج. بقى اهو بادي كامل تاني. يعني انا مش محتاج ارسم البادي ده كله كل تفاصيل اللي هو كده عامله. لا انا ممكن ارسم نصه بالظبط وبعد ما اخلص نصه اعمل ميرور للبادي. وده تكنيك برضه في الرسم. لو انت قدرت تاخد بالك في بدايه الرسمه كان انت اللي فيه سيمتريه في الايه؟ في البادي. فانا ارسم نصه عشان اوفر يعني في الوقت واعمل ميرور للنص التاني هيطلع لي البادي بالشكل ده. تمام دي واضحه يا جماعه الحته دي؟ بعد كده اخر حاجه معانا في البتر. بتر سيد اونلي. بتر سيد اونلي. هفتح الفايل بتاع بتر سيد اونلي. موجود برضه في الملف عندي. واقول له انا عايز اعمل لينير بتر عاديه. اقول له الدايركشن الاولاني مثلا الاكس اكس ده الفيتشر اللي انا عايز اعملها بتر هما دول هقوم جمعهم لي هنا. انا عايز نفتح هنا هقوم جمعهم لي هنا. انا عايز اعمل واحده بس معنى صح هنا لان في واحده فيهم جايه.
خلينا كده على بس على على شفتين نبي بس على انا عايز اعمل بتر من الناحيه الثانيه في خطوه واحده بتر من الناحيه الثانيه خطوه واحده فهقول له الدايركشن الثاني هو الاكس ده وهقول له غير الاتجاه واضح كده كده انا خلاص المفروض اعمل اقول له اوكي انا عايز اعمل الشكل ده هيقول لي ايه هوس باترن دايركشن ار اي طب تو افويد وخلي ماسك هنا لازم تعمل ايه تفعل اوبشن باترن سيكونس هو مش هيعرف يدي لك البارت ده بالشكل ده لان انت مش مفعل ليه الباترن سيكونس حاضر ادي الباترن سيكونس اوكي هنفذ اللي انا قلت له يبقى انا كده ممكن اعمل بدل بالشكل ده ممكن اعمل البتر بالشكل دوت لو انا مختار لو انا اخترت الاثنين دايركشن بتوعي على نفس التوازي لو انا اخترت الاثنين دايركشن بتوعي على نفس التوازي اقدر اعمل البتر بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه يبقى دي كانت اخر حاجه معانا في البتر اللي هي بتر سي اون تمام كده يا جماعه بعد كده اخش على الفولي ديفاين فولي ديفاين طبعا الدرس اهم حاجه يا جماعه الناس وهي شغاله على الفايلات تبقى عامله كوبي منها لان ممكن تعمل يعني تنفذ حاجة على نفس الفايل وتعملها سيف فخلاص ما يبقاش اوريجينال معاك تبقى تتلخبط يعني هو كان يوضح ايه وانت عايز ترجع له هفتح بارت جديد هرسم على الحيطين هعمل سيف تمام كده الاثنين دول ايه؟ اندر ديفاين انا ممكن اقعد اعملهم اديهم دايمنشن واعملهم ريليشن وبتاع عشان اخليهم فول ديفاين طب انا فاكر بقى ان دي حاجه كومبليكيتد شويه وانا عملت كل اللي اقدر عليه ومش عارف اوصل لحاجه فبفتح على طول من فوق هنا من الديسبلاي اند ريليشن هيطلع لي فول ديفاين سكتش اضغط عليه هيقول لي انت عايز ايه عايز تفعل ريليشن بس ولا عايز دايمنشن ولا عايز الاثنين مع بعض اقول له انا عايز الاثنين مع بعض وكالكوليت شوف كده انت محتاج ايه عمل لي كالكوليت اوتوماتيك يعني الكويشن ده انه ازاي يخلي الشكل اللي انت عملته ده فول ديفايند وهقول الشكل بتاعي بقى ايه؟ اوتوماتيك اداهم دايمنشن ما اعتقدش ان هي في ريليشن هو كلها دايمنشن لو في حاجه محتاجه ريليشن هبتدي اديها ريليشن واوصلها بالشكل بتاع الفول ديفايند سكتش تمام كده؟ دي حته الفول ديفايند سكتش انك تقدر تستخدم الاوتوماتيك فوق اللي بقى السكتش بتاع السوليد لو الدنيا ما ظبطتش معايا ولو جه عملنا كالكوليشن وقال لك انا مش قادر اوصل لحل مثلا فبتبتدي تعمل الريليشن وتقول له فعل الدايمنشن بس هيفعل الدايمنشن لا حل تمام ملقاش حل تعمل العكس تلغي الدايمنشن وتفعل الريليشن لحد ما توصل للحل او تبتدي تحاول مع السكتش عشان توصل له ان هو يبقى خلاص وضع الاوبشن ده قبل بقى ما ادخل على ليسون 6 كده الناس تبتدي تابلاي على الباترن كل اللي احنا عملناه معاك 10 دقايق ربع ساعة مفيش مشكلة يعني بنطبق على كل اللي احنا عملناه اتنين يا باشمهندس اتنين مش هيبقى بواحد ده لازم اتنين تمام كبر المسافات وغير الدايركشن
الله ينور. دي آخر حاجة عملتها ولا؟ تمام تمام الله ينور. بابي تمام تمام مش مهم. هستأذنك بس تفتح المايك كده. ايوه يا باشمهندس. ايوه يا باشمهندس، انا بس هسألك سؤال، انت يعني الحاجات دي انت عارفها من قبل الكورس ولا لما بقى يعني عرفتها معانا في الكورس؟ معظمها عارفها من قبل الكورس. تمام تمام بس انا شغال على البرنامج من قبل كده، بس في تريكات بسيطة بس عاوز اعرفها بس. بس انا شغال يعني على السوليد ورك من زمان وعندي كذا بروجكت عليه. طيب تمام الله ينور. ماشي يا باشمهندس. ماشي. طيب انت عملت الاسكيب انستنس اللي احنا عملناها ولا؟ انهي واحدة؟ في اللينير باترن في الاول خالص. ارجع الاول فايل خالص. اللي هي دي؟ ايوه. انهي نوع فيهم؟ افتح بس اللينير باتر انا ايديت. انا عايز اكنسل الاربعه اللي في النص. تمام تمام ماشي بس تسلم. ماشي. شاكرين يا بس. خلاص تابع معانا، ولو في اي حاجه برضو عايز تسال عليها خليك معايا على طول. ايش تمام. شكرا دكتور. طيب نكمل يا جماعه. عندنا ليسون 6 هنتعلم فيه يعني ايه ريفولف، ازاي تعمل بقى فيتشر تاني. احنا كل اللي احنا خدناه من لحد دلوقتي هو كان الاكسترود والاكسترود كات، وازاي اعمل سكتش واعمل له اكسترود او اكسترود كات. وبعد كده اتعلمنا شويه اوبشنات تانيه، منها اللينير باترن ومنها الترمجيومتري، وازاي اقدر اعمل سكتش بالشكل اللي احنا شفناه، والمحاضرات اللي هي بتاعت النهارده. هنكمل ليسون 6 ازاي اعمل ريفولف. تمام. وازاي اعمل ابلاي سبيشال دايمنشن تكنيكس من الرسم، اللي هي يعني هنشوفه على نفسي يعني عشان كده. ازاي نستخدم المولتي بودي تكنيك، ازاي اعمل سويب، وده فيتشر تانية برضه هنتعلمها النهارده. تمام كده. موضوع الاسترس انس ده مش هيبقى النهارده يعني انا موضوعي شويه. هنفتح نيو بارت ونبتدي نرسم الشكل اللي موجود قدامنا. انا المطلوب مني في النهايه ان انا اقدر ارسم فيه الطاره اللي مش شايفينها.